وعلى فكرة بحسب الأحاديث الأخرى وفي صحيح مسلم أيضا أن هذا هو معتقد ابن عمر. لماذا؟ لأنه اتفق له مع ابن صائد ما يحمله ويحملنا لو صدقنا هذه المسنودات المرويات أنه هو الدجال. لماذا؟ لأنه في صحيح مسلم ورأى أبو داود وغيره أيضا في صحيح مسلم أن ابن عمر ضربه مرة، لا وفي رواية ما ضربوش سبه، لا وفي رواية ثالثة قال له قولا أغضبه، ما عرفناش أغضبه ولا سبه ضربه مش مشكلة. روايات كله في الصحيح، هذا روايات في الصحيح، ضربه سبه قال له قولا أغضبه، واحدة من هذه الثلاث يسيرة الثلاث. فغضب هذا ابن صائد فانتفخ كوتش بلونة، فانتفخ حتى ملأ إيه؟ الشارع السكة، صار الدجال العظيم المنفوخ. معناه واضح 100% هذا هو الدجال، صحيح؟ بس الرسول قال لا، الدجال لازم تفتح القسطنطينية. حديث معاذ بن جبل: عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال، وخروج الدجال طبعا خروج المهدي وعيسى. سلسلة الكذب، فتحت القسطنطينية واستبيحت المدينة قبل القسطنطينية، ولا شفنا لا دجال ولا مهدي ولا عيسى. الله أكبر يا أخي، الله أكبر، الله أكبر. على فكرة حديث كلها تعكس بيئتها البسيطة الساذجة، الحرب بالقسي بالأقواس وبالنشاب وعلى الخيول. هذا انتهى، ما عاد اليوم عندنا فانتوم وعندنا الشبح وعندنا كذا، ما في، انتهى هذا الكلام، ما في منه هذا. ايه قال لك ممكن كل شيء يتدمر بعون الله تعالى ونرجع نتقاتل. ايه لازم ندمر الحضارة وندمر عشان نرجع ايه نصدق هذه الأحاديث، والقسطنطيني كيف نفتحه مرة أخرى؟ ماذا نفعل؟ قال لك هذه أحاديث قطع الله لسانك. لا والله قطع الله الحماقة، ما عدنا، ما عدنا. الحمد لله لدينا كتاب الله والمتواتر من السنة العملية، وعلى فكرة لدينا سنن كثيرة نقبلها على الرأس ونعمة مليون عين والله العظيم، ولا كلام لنا فيها. سنن تمو بمكارم الأخلاق، ترغب وترهب بطريقة صحيحة معقولة، لكن هذه الأخبار والأساطير والميثولوجيا النبوية ما عدنا نقبلها. هذه أنا أقول لكم هذه الفرس الخاسر، الرهان عليه، رهان على فرس خاسر، هذه باب لتكفير شبابنا وأبنائنا. أنا أقول لكم وستذكرون قولي هذا، لكن إن شاء الله نحن سنعمل ضد هذا الاتجاه من الآن. نحن شرعنا وسنتابع، لن نقف ولن يقفنا أحد إلا أن يقفنا بالدليل. هيا ناظرونا يتونا بالدليل، ما شاء الله ورجوني الدليل. قال لك لا عدنان إبراهيم يحكم عقله، لا والله لا 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 لا، ومش عيب على فكرة أن أحكم عقلي، أنا مش أحكم عقلي، لا لا، أنا أحاكم الأحاديث إلى كتاب الله، وبعدين أحاكم الأحاديث إلى أنفسها. فإذا كذب حديث حديثا ما فيش هنا العقل بده يتدخل، حديث صحيح يكذب حديثا صحيحا بشكل صارخ وصادح وفاقع، ماذا أفعل؟ إما أن أرجح أن أحدهما صادق، لكن أحتاج لمعيار أيضا وتبرير تسويه لماذا هو صادق، والثاني كذب، وإما أن الاثنين كليهما كاذبان مكذوبان. قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الله يقول بس فقط كلامي قرآني لا يتخالف، لا يتناقض، لا يتشاكس. القرآن يصدق بعضه بعضا باستمرار، أما السنة فيكذب بعضها بعضا باستمرار. لماذا؟ لأنها ليست كلها، انتبهوا، ليس، لا أقول السنة، ليس كل السنة من عند رسول الله، في منها قدر لا بأس به مكذوب على رسول الله. لا تقول لي يحكم عقله فيلسوف يا أخي، ما هو لا لا لا، لا فيلسوف ولا فلسوف، وإنما الأحاديث يكذب بعضها بعضا وتكذب القرآن. سأعطيكم مثالا، طبعا الموضوع هذا مستحيل أن أرتب فيه أفكاري، هذه يحتاج إلى محاضرة مطولة 6-7 ساعات الدجال، لكن لدينا فقط ساعة في الخطبة، ماذا نفعل؟ الله المستعان. قال الله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا. جميل. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال عليه الصلاة والسلام: يوم يأتي بعض آيات ربك، ثلاث آيات، لا ينفع نفسا ماذا؟ إيمانها. ما ينفعش خلاص، يعني بلغة رسول الله سد إيه أو أغلق باب إيه؟ باب التوبة. طلوع الشمس من مغربها، والدجال والدابة. واحد يقول له كمان هذا مش عاجبك؟ إيش عندك اعتراض؟ عنده اعتراض كبيرة، مش أنا عندي اعتراض، رسول الله الأحاديث الصحيحة، مش أنا، الحديث الصحيحة في الصحيحين المتواترة.
تعرفون لماذا؟ معناها إذا ظهر الدجال لم يعد الإيمان ينفع إيه؟ صاحبه، ما ينفعش تأمن، خلاص أغلق باب إيه؟ التوبة. يبقى المؤمن مؤمنا والكافر إيه؟ كافرا، صحيح؟ واحد يقول لي بس يا مولانا الأحاديث المتواترة والأحاديث في الصحيحين تقول بالعكس، الدجال بيظهر وبعدين بيجي عيسى وبقتله، وعيسى بيخلي كل الناس ماذا؟ مؤمنين، صح؟ كل علمائنا قالوا بهذا، يعني بينفع الإيمان والإيمان مطلوب، وهنا بينفعش. أيوة، حلوا لي هالأحجية هذه، بينفع ولا بينفعش؟ والله ما حدا عارف، انتبهوا الآن، طبعا ما حدا فيكم عارف، يقول والله مظبوط الأحاديث الصحيحة تقول بينفع، حتى تكون الملل كلها ملة واحدة، يهلك الله الملل كلها إلا ملة الإسلام، اللي بتبع عيسى وبسلم أهلا وسهلا، الباقي الذي يصر على كفره كله يباد، كله يباد بنفس عيسى وأيضا بسيف عيسى رسول المحبة والسلام، يحمل سيفا. الدجال إذا ظهر لا ينفع الإيمان، بس الدجال قبل ولا بعد عيسى؟ قبل. من الذي يقتله؟ عيسى عليه السلام، عيسى يقتله. ينفع الإيمان؟ ينفع، قال لك لازم يصير كل الناس، كل الناس لابد أن يصيروا موحدين مسلمين، معناها صار بينفع الإيمان، معناها النبي ما قالش إنه إيه ثلاث أحاديث، أو ما قالش هذا، أو ما قالش اثنين، طبعا ما بنعرف، ينسب هذا إلى النبي وهذا إلى النبي، كله في الصحاح، وقطع الله لسانك. شفتوا كيف التناقض؟ بلاش حديث مخرج في الصحيح، قال عليه الصلاة وأفضل السلام: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي خلفه نبي، وأنا خاتم النبي، ما فيش أنبياء الآن، وسيكون إنه لا نبي بعدي، إنه وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء كثر في الأمة هذه، ما في إيه أنبياء، يسوسون، ما معنى يسوسون؟ يحكمون، حكام. واحد يقول لي كيف هذا الحديث ضد الأحاديث المتواترة أن عيسى سينزل وسينزل نبيا، ما معنى نبيا؟ يعني هو نبي، النبي عمره ما يصير غير نبي، صح لن يأتي بشريعة جديدة، حتى بين قوسين هذا كذب، على طريقتهم هذا كذب. لماذا؟ لأنه في شريعة محمد لا إكراه في الدين، صلى الله على محمد وآل محمد وأصحابه، في شريعة رسول الله لا إكراه في الدين، في شريعة القرآن لا إكراه في الدين، مئات الآيات تقرر هذا المعنى، مئات الآيات، لا يكره الناس على الإيمان، إما أن تؤمن وإما أن تقتل، يهلك الله الملل كلها، صحيح؟ لكن عيسى يأتي ويضع الجزية، تقريبا باتفاق الشراح أو جمهرة الشراح لدينا، كل شراح البخاري ومسلم قال لك يضع الجزية، وفي رواية أخرى يضع الحرب، يعني لا يقبل الجزية، إما الإسلام وإما السيف، كما قال ابن حجر من قصير هيك، يا بتسلم يا بتقتل. هذا نسخ لشرع محمد ولا مش نسخ؟ نسخ لشرع محمد. كذبتم علينا مرة مئة، تقولون عيسى لا يبعث بشرع جديد، عيسى يبعث ويحكم بشرع محمد، كذب. هذا عيسى عليه السلام هي ينسخ شرع محمد، صحيح؟ إيه؟ يلا حلوا لنا هذه الورطة أيضا، ورطة جديدة. وبعدين يهلك الله الملل كلها إلا ملة الإسلام، حتى تكون الدعوة واحدة عند الإمام أحمد اللي هي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. طيب هذا تكذيب كتاب الله كمان من حيثية أخرى. القرآن يقول إلى يوم القيامة سيبقى اليهود يهودا، في يهود يعني في ملة اسمها اليهودية، ستبقى، ستقوم القيامة واليهود موجودين، واليهود عفوا موجودون. قال تعالى: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، بنص آية الأعراف اليهود باقون إلى يوم القيامة وغير باقين، باقون. أحاديث الدجال والمسيح ابن مريم تقول لا، يهلك الله الملل كلها إلا ملة الإسلام. لو صدق القرآن أو الأحاديث، تفضلوا تفضلوا، كما قلت لكم. لذلك ستقول الآن كل من يسمع خطبتي هذه، والله أعلم ممن يبتغي الحق، سيقول: وحسرتها على عقولنا، وأسف على كتابنا، لقد عطلناه، جعلناه كالشريعة المنسوخة، وخليناه وراءنا ظهريا، تلوناه وما تأملناه، تلوناه وما تأملناه، أما به الإمام ولم نجعله إيه في الأمام. إيه، لا يكفي أن يؤم به الإمام، لابد أن يجعل إيه في القدام والأمام، الكتاب. لكن أين؟ يقول لك لا مش شرط، لأن الإمام مكحولا
والإمام أبا نضرة ويرفعه إلى أبي سعيد، يسنده إلى أبي سعيد، والإمام الأوزاعي والإمام الدارمي والإمام فلان وعلان، قالوا السنة قاضية على الكتاب والكتاب لا يقضي على السنة. أستغفر الله العظيم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. شفتوا؟ إيه هكذا ألفوا هذه المنهجية العجيبة المتناقضة التي تحفر علينا تناقضنا، والحمد لله رب العالمين. نبقى متناقضين متشاكسين لا نفقه شيئا. بعدين انتبهوا، في نفس السياق حديث عيسى، حديث الدجال ويأجوج ومأجوج، هذه القصة الطويلة، هذه الحكاية الأسطورية، ماذا فيها؟ فيها يا أخواني حين ينزل عيسى قال لك فلا يحل لكافر يجد نفسه إلا مات، ونفسه يبلغ حيث يبلغ طرفه، يعني مرمى البصر، حين يتنفس يموت كل كافر. معناها الحرب مع الدجال محسومة ولا غير محسومة؟ وبإيش محسومة؟ بنفس فقط يتنفس عيسى. قال لك لا، يطارده من مكان إلى مكان حتى يدركه بباب لد، بباب إيه؟ لد في فلسطين، فيرميه بحربته. فلو تركه لنماع لذاب كما يذوب ملح، ولكن الله يقتله بيده ويريهم دمه على حربته. ليش حربة وليش انمياع وليش رصاص؟ النفس بلاش. المعركة مع يأجوج ومأجوج محسومة وغير محسومة؟ محسومة بنفس مين؟ عيسى. تطلع يا عيسى على جبل على شرف وفقط تتنفس، يهلك مئات الألوف ملايين في لحظة واحدة. قال لك لا، في الحديث الصحيح ذاته الله يوحي إلى عيسى، يا عيسى إني سأبعث عبادا لا يداني لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، خذ عباد المؤمنين المختارين معاك وروح على الطور، وإلا ما فيش يأجوج ومأجوج. ويأتي يأجوج ومأجوج، وأول ما يأتون على بحيرة طبرية أول زمرة منهم تشفط الماء لا يبقى، تأتي الزمرة الثانية تلحس الطين، طين بحيرة طبرية في شوية مية، تأتي الثالثة تقول كان هنا مرة ماء. قصة حلوة، سيناريو عجيب، يعني فيلم أسطوري غريب. إيه هذه قصة يأجوج ومأجوج. عيسى لا يستطيع أن يهلكهم، ويرسل الله عليهم النغف، دويبات، يقول لك دابة دويبات صغيرة تفرسهم في رقابهم فيصبحون فرسا قتلى. ثم يرسل الله طيورا كالطير الأبابيل، طيورا تأخذهم بمناقيرها ترميهم في البحر. ثم يرسل الله مطرا، قيل من تحت العرش، ماء كماء الرجال في رواية، شيء يعني معذرة على كل حال، فيطهر الأرض وينبتها حتى أن الرمان الواحدة تشبع السكن، والسكن هم أهل البيت، تشبع أهل البيت. هذا موجود في الأحاديث الصحيحة. وتعرفون أين موجود بنصه وفصه؟ مثل ما ذكرته أخيرا من رواية كعب الأحبار من إسرائيلياته. كعب الأحبار يحدث، هنا كعب الأحبار إذاعة الإسرائيليات يحدث، ورواه عنه شيخ البخاري نعيم ابن حماد في كتاب الفتن، ورواه عنه أبو جعفر ابن جرير رحمة الله عليه في تفسيره، وبعدين بقدرة قادر استحال إلى نص نبوي النبي قاله من حديث أبي هريرة وحديث النواس ابن سمعان، واستقر في الصحاح. الإسرائيليات استقرت في الصحاح. قال لك عند ابن ماجة زيادة، هذه الزيادة صححها العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. فيبقى المسلمون، يبقى المسلمون يوقدون من قسي ونشاب يأجوج ومأجوج 7 سنين. تعرفون هذه العبارة التي أوردها ابن ماجة منسوبة إلى رسول الله وصححها العلامة الألباني رحمة الله على الجميع وغفر الله للجميع ولنا معهم جميعا وجمع آوات، موجودة في سفر حزقيال كما هي. يأجوج ومأجوج هؤلاء المختارون يوقدون من نشابهم ومن أقواسهم 7 سنين في حزقيال. قال لك حديث نبوي، يأتيني واحد على باب الله كما يقال مسكين، والمشكلة يأتيك هؤلاء المساكين، يا رجل أنت كذا لست منطقيا، أنت لا تفهم. لا نفهم، نحن درويش، نحن أغبياء، ولا نفهم ولا نقرأ، ما عندناش منهجية علمية، أنتم تفهمون علمونا. أنت لا تفهم يا رجل هذا حتى لو كان في كتاب اليهود وكتاب النصارى وقاله الرسول، هذا من باب المصادقة، هذا يصدق هذا، مثل ما في القرآن وفي التوراة والإنجيل. القرآن أتى بأشياء كثيرة موجودة في التوراة والإنجيل من باب المصادقة. لا لا لا، العب غيرها، ليس علينا، نحن عقولنا لا تقبل هذا الكلام الفارغ. تعرف لماذا؟ القرآن موحى به إلى رسول الله لفظا وصياغة،
لفظه صياغته محال الرسول، والرسول إيه علم إيه من معناه ما شاء الله له أن يعلم. المهم أن الصياغة موحى بها لفظيا كما هو بنصه وفصه، أما الأحاديث أوحيت للرسول بماذا؟ بالمعنى والصياغة من عند النبي. فيا حبيبي يا صاحب المنهجية يا صاحب القراءات المقارنة، لما أشوف أنا إيه الأحاديث المنسوبة للرسول بنصها وفصها كما في كتب الأولين وإسرائيلياتهم، أعلم أنها إيه مما دس على النبي. إلعب غيرها، مش حالين. مش هكذا يا أخي، لازم العقل يتحرك، لا تكون يعني طيعا أمام الخرافات والأساطير والأفكار غير المعقولة وغير المقبولة. على كل حال، وفي نفس الأحاديث يا إخواني وفي نفس السياقات أن الله بعد ذلك يسعد المؤمنين المختارين، وهم قلة حسب ابن حجر 7000 فقط مع عيسى، يسعدهم بعهد سعيد جدا حيث يمكث عيسى 40 سنة، وفي رواية 7 سنين، لا ندري 40 أو 7، الفارق بسيط يبدو، الفارق ليس كبيرا يعني ليس أضعافا مضاعفة، من 7 إلى 40 الله أعلم يمكث، لكن يمكث كما قلت لكم الأرض ما شاء الله يبارك في ثمرها وفي زرعها، يبارك في دواب الناس، ويضع الله الأمنة وترقد طبعا الذئبان مع الحملان والبقر مع النمور والأسود والفهود ما شاء الله، والأطفال يلعبون إيه؟ واحد يقول لي شهود يهوى هذا؟ بنشوفه في برج المراقبة، إيه في كتب أهل الكتاب هذا والأطفال يلعبون إيه بالأفاعي والحيات والثعابين، يلقي الله الأمنة، هذا كله في كتب أهل الكتاب على فكرة، وانتقل إلينا عن طريق فلان وعلان على أنه أحاديث من رسول الله المصطفى. ما علينا ما علينا، نعود. وبعدين هذا اسمه العهد الألف السعيد، تعرفوا ميلينيوم؟ واحد يقول لي هذا بيبيعوا فيه الأشياء، أي هذا ميلينيوم، هذا اسمه العهد الألف السعيد، هذا عند النصارى. العهد الألف السعيد وصل للمسلمين عن طريق رسول الله، الله أعلم. بنعيش 40 سنة، أو عند النصارى كم؟ 1000 سنة. عيسى يبقى في الأرض 1000 سنة، إحنا خلفناهم طبعاً، عندنا استقلال، قلنا لا 7 سنين أو 40 سنة، بل لكن عهداً إيش؟ سعيداً، عهداً آمناً سعيداً، ثم يرسل الله ريحاً من قبل الشام، لا في رواية ثانية من قبل اليمن، كلاهما في الصحيح في مسلم، مرة من الشام ومرة من الله أعلم من هنا أو من هنا. وبعدين هذه تضرب المؤمنين تحت آباطهم، وفي رواية تأخذ بأنفاسهم، لا تدع مؤمناً إلا أخذت إيه؟ بنفسي يعني بروحه، فيموت المؤمنون ويبقى إيه شرار الناس على وجه الأرض يتهارجون كيف تتهارج الحمر، شرار الخلق، وعليهم تقوم الساعة. الساعة تقوم على من لا يقول الله الله، لا يعرفون الله. واحد يقول لي إيش فيها؟ ما فيها شيء، لكن عندي أحاديث صحيحة في الصحيحين في البخاري ومسلم أن النبي قال لا يزال نفر من أمتي ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة، يعني القيامة تقوم برضو على مين؟ على مؤمنين صالحين. في أحاديث أخرى في الصحاح حتى قيام الساعة، إلى الساعة حتى تأتيهم الساعة مؤمنون صالحون مجاهدون. وهذا بقول لا، بموت كل المؤمنين ويبقى فقط الأشرار الكفار. تناقضت الأحاديث الصحاح الملاح، أخرجونا من ورطة. انتبهوا هذه المشكلة. مش هيك وبس، في لدينا حديث آخر، حديث المستورد القرشي في صحيح مسلم، حديث عمرو بن العاص، قال إيه المستورد؟ أن النبي عليه السلام قال تقوم الساعة والروم أكثر الناس، تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال له إيه عمرو بن العاص؟ انظر ماذا إيه تحدث يا مستورد. قال له أنا لا أحدث إلا بما سمعت من رسول الله. قال إن كان إيه كذلك فإن فيهم إيه لخصالا إيه 4 أو قال 5، وقال حد إنهم لا أحلم الناس عند مصيبة، لا أحلم الناس عند، وأسرعهم إفاقة وأسرعهم إيه إفاقة من نكبة أو مصيبة أيضا. وبعدين أوشكهم كرة بعد فرة، خير الناس ليتيم ومسكين وأرملة، وخامسة حسنة جميلة، يعني فيهم خصلة خامسة حسنة جميلة، أمنعهم من ظلم الملوك. هؤلاء الموصوفون بهذه الصفات شرار الخلق أم خيار الخلق؟ خيار الخلق، هذول الناس طيبين جدا جدا، والنبي قال تقوم الساعة عليهم وهم أكثر الناس. ماذا قال الحافظ العلامة العماد بن كثير رحمة الله تعالى عليه؟ ماذا قال؟ قال هذا الحديث يعني يفيد بظاهره أن الروم يسلمون، يكونون مسلمين، تقوم الساعة عليهم وهم مسلمون. ابن كثير لا تنسى أنت صاحب كتاب النهاية في الفتن والملاحم، انتبه، أنت حدثت قبل صحائف أن الساعة لا تقوم إلا على إيه؟ إلا على شرار الخلق لا يبقى مسلم. يا
ابن كثير أنت هنا مثل كل علماء على فكرة، هذه التناقضات كثيرة جدا في كتبنا على فكرة، والكل يقع فيها ولا يشعر بأي تناقض في عقله. طبيعي، تعرفوا لماذا؟ نحن كيفنا عقولنا، أنها عقول روائية، عقول الرواية وحدثنا وأخبرنا، كيفناها مع المتناقضات لكي نحفظ للرواية ماذا؟ قدسيتها وجلالها، لا يمس جانب الرواية، لكن يمس العقل، يمس القرآن، يمس كل شيء، يمس حتى جانب النبي. يطلع النبي إيه؟ غضوب جدا، يسب ويلعن ويشتم ويظلم، حديث صحيح، ماذا نفعل؟ ويتكلم بكلمات بذيئة ويأمر بالبذاء، يقول لك أعضوه بهني أبي، يقول له العبارة وسخ القذرة هذه، النبي يأمر بهذا؟ إيه في الصحيح هذا، ماذا نفعل؟ هذه صورة النبي. الرواية، العقل الروائي يا إخواني شقي جدا بروايته، والله العظيم متشاكس متناقض لا يستطيع، ماذا يفعل؟ لا بد أن يقبل بهذه المتناقضة، تكيفنا. قال ابن كثير هذا معناه بظاهر الحديث أن الروم يسلمون، بس هذا يتناقض مع حديث أخرى ابن كثير، يتناقض مع حديث إيه؟ أخرى ابن كثير. ومش هيك بس، ابن كثير قبل صحائف كان ذكر وأكد أن الحرب بين الروم وبين المسلمين تبقى حتى نهاية الأمر، لا تضع الحرب أوزارها، دائما في مشكلة تبعث على الحرب بين مين؟ المسلمين وبين الروم. وهنا نسي وقال إيش؟ يصيرون ماذا؟ مسلمين. بعدين لو أسلموا النبي يقول عنهم الروم أو المسلمون؟ انتهى خلاص، إيش دخل؟ يقول تقوم الساعة والمسلمون إيه؟ أكثر ما أسلموا. النبي لا يتحدث هذه اللغة العنصرية العرقية، صح ولا لا؟ الفاشية، مستحيل. يقول المسلمون، كيف سماهم روما؟ تقول لي وكيف تناقض الحافظ؟ تناقض لأنه يقبل بكل المرويات وإن تناقضت. فهمتم كيف؟ تناقضت المرويات فتناقضت عقولنا، ما فيها، ما في تسليم للمرويات. هكذا، هذا كثير جدا 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 يا إخواني في مثل هذه الأمور. ماذا نفعل؟